السلام عليكم حبابي حبيباتي، مرحبا بكم في قناتكم ايماني الترفيه. نهاركم مبروك، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو نتوما ان شاء الله في احسن الاحوال. اش اخباركم؟ عاشي صاد؟ كاين شي جديد؟ كاين شي بحر؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنجدد التحيه والترحاب بالناس الجديده اللي التحقوا بيا، وكنرحب بالناس اللي ديما اوفياء وديما راهم معايا. صراحه اليوم يا البنات حبيت نشارك معكم واحد الجوله درتها في السوق، كنتمنى تعجبكم. الدنيا عامره عندنا هنا في الناظور، كاين صحاب الخارج، الجاليه المغربيه اللي جات من اوروبا كيدوزوا العطله هنايا، والدنيا عامره هنايا والصهد بزاف في الناظور هاد الايامات. المهم يا البنات، وقلت نخرج شويه نشوف الجديد اللي كاين في السوق، وحبيت نديكم معايا كيف العاده نتساراو جميع وتشوفوا الجديد واللي ما شريت نزه يا البنات. وحبيت نديكم معايا لواحد المحل اللي ديجا كنت صورت من عنده، اللي ديما كيجيب الجديد، وكيف كتشوفوا راني بديت كنصور لكم الجديد اللي كاين. وهذا المحل يا البنات كيتواجد في سوق ولاد ميمون جهه باب الرحمه، وغادي تشوفوا معنا في الفيديو البلاصه بالضبط فين. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني بزاف على البلاصه فين جات، جات اون فاصل باب الرحمه في ولاد ميمون، وديما كيجيب الجديد، وعنده الكساوي طوال، وعنده القمايج، وكيجيب حتى الحوايج ديال الدراري الصغار. المهم بلا ما نطول عليكم، راه الفيديو غادي تلقاو فيه كل شيء، وراه الفيديو فيه كاع المعلومات اللي بغيتو، سواء الجديد او البلاصه فين جات المحل. وماشي غير هذا المحل هذا، غير خليكم معايا غادي نشوفوا بزاف ديال المحلات في هذه الجوله هذه، حبيت نشاركها معكم وتشوفوا الجديد. المهم بلا ما نطول عليكم، اجي تساراو معنا. وبعد ما تساريتو معنا وشفتو الجديد اللي كاين عنده في المحل، دابا كنصور لكم البلاصه فين جا المحل. ها هو انفص لباب الرحمه كيف كتشوفوا اللي كيتواجد في سوق ولاد ميمون، غير كتدخلوا من الباب هو اول محل كتلقاوه قدامكم. وكيف كتشوفوا راه جاب هاد الكساوي الطوال هادو يا البنات، صراحه عجبوني وفيهم لي طيب. اما الاثمنه قال لي من 200 درهم 250 درهم كل حاجه وثمنها، وجاب حتى السراول ديال الجن. المهم بلا ما نطول عليكم، راكم كتشوفوا كل شيء البنات، راه كنحاول نقربكم اكثر عند الجديد اللي كاين هنايا كاين في السوق. المهم بلا ما نطول عليكم، اجي نكملوا الجوله ديالنا.
وها هي الجولة ديالي في داك المحل ديال البنات، هي سالات. كنتمنى يكون نالت الاعجاب ديالكم وشفتوا الجديد اللي عنده. ودابا خليكم معايا، غادي نمشيو لواحد المحل اخر حتى هو ديال الكساوي ديال البنات، فيهم عنده الكساوي ديال الصيف وكساوي طوال وحتى القمايج ولي بودي. المهم يا البنات، راني غادي دابا راني في السوق ولاد ميمون الداخل، كيف كتشوفوا الدنيا عامره وما نقدرش نهز الكاميرا، ممكن نحاول نوري لكم الجديد اللي كاين هنايا في السوق. والمهم غادي نمشي دابا لذاك المحل، خليكم معايا باش نشوفوا الجديد اللي جابوا حتى هو. وهاني جيت يا البنات لهذا المحل باش ما نطولش عليكم. هانا راني في المحل الداخل، صراحه كاينين الناس، ولقيتو جاب الجديد وجاب الكساوي ديال الصيف مع هاد الحراره اللي عندنا هنايا في الناظور هاد الايامات. ما ينفعو غير هاد الكساوي الطوال، صراحه كيجي التوب ديالهم بارد وخفيف، ينفعو في هاد الصهد هذا. وعندو القماج اوفر سايز كيف كتشوفوا، اعراض يعني اي وحده تلقى داكشي اللي بغاتو هنايا. والمحل كيتواجد انفاس لواحد المحلبه صغيره هنايا في اولاد ميمون، فين كيتباع الحرشه والمسمن والحريره وداكشي، راه معروف عندنا هنا انفاس ليه كاين هاد المحل هذا اللي ديجا كانت قدام عندو انا ديما، وكنلقاو عنده الصراحه ديما الجديد، سواء في الصيف او في الدخول المدرسي او في الاعياد، ديما هو عنده الجديد هنايا. كيجيب التونيات والقمايج ولي بودي، جميع الالوان وجميع الطيات. المهم يا البنات بلا ما نطول عليكم، اجي نتساراو جميع في هذا المحل ونشوفوا الجديد.
وها هي الجولة ديالي في داك المحل. هي سالات ودابا ديتكم معايا عاوتاني لجهة باب الرحمة. كيف كتشوفوا لقيت هاد المحل هذا كيبيع الكساوي ديال النساء الكبار. كيف كتشوفوا القنادر ديال الدار عنده حتى ديال العيالات الصغار، المهم ولكن الأغلبية كيجيب لي طاي كبار بالنسبة للعيالات الكبار. وعنده هاد القنادر هادو ديال الدار كيجيب جميع المقاسات وجميع الالوان. كيف كتشوفوا رانا كنصور من عنده، راه انفصل باب الرحمه اول محل كنلقاوه في الدخله ديال باب الرحمه هو هذا. كيجيب الكساوي ديال الدار بالنسبه للعيالات الكبار وحتى العيالات الصغار، ولكن الاغلبيه هو معروف هنايا كيجيب غير للكبار الكبار حتى الكساوي اللي كيناسبو يعني النساء الكبار. المهم يا البنات بلا ما نطول عليكم، كيف العاده تساراو وتشوفوا الجديد. وهو مدخل سلعة جديدة، جاب هاد القنادر هادو فيهم حتى شيتو يعني سخون ديال البرد حتى كيدخلهم. عاد دابا الصيف قرب يخرج ولكن باقي عندنا الصهد، ولكن الكسوة راهم داو كيدخلو شوية ديال الكسوة اللي كتنفع ملي كيبدا يبرد شوية الحال. المهم راه جاب بزاف ديال الألوان كيف كتشوفو معنا، حتى لي طاي صراحة زوينين بزاف وحتى التوب ديالهم رطب. وهي الجولة ديالي في داك المحل حتى هو هي تسالات. اليوم درت لكم جولة معتبرة ومتنوعة في بعض المحلات اللي كيتواجدوا في السوق. صراحة بزاف ديال البنات كيطلبوا مني ندير لكم جولات هكا في المحلات وتشوفوا الجديد. ولقيت هاد المحل هذا البنات اللي كيبيع هاد الطلامط هادو وهاد الأغلفة ديال الطوابل، صراحة عجبوني بزاف وقلت ليه مالا نصور من عنده وتشوفوا الجديد. وحتى هو كيتواجد في السوق ولاتنيمون في داك الشارع اللي كاين فيه الباب ديال باب الرحمة، راه غير كتدخلوا من الباب كتجيو ديريكت كتلقاو هذا المحل هذا. صراحه عنده هاد الاغلفه ديال الطوابل وعنده حتى التيافر. مهم راني صورت كل شيء من عنده بلا ما نطول عليكم، تساراو معنا ونشوفوا الجديد اللي كاين في هذا الشيء ديال الاغلفه ديال الطوابل وحتى ديال التيافر اللي كاين فوق هكا في الحفلات اللي كيدار فيهم الحلوى ولا التمر ولا كل وحده شنو كدير فيهم. المهم خليكم معايا.
صراحه هي البنات عجبوني بزاف هاد الطياف، روحت الالوان ديالهم كاين فوق هكا في المناسبات، ومن الاحسن الواحد يشريهم باش يبقاو عندك حسن ما يبقى كل مره تكريهم، ولكن صراحه زوينين بزاف. المهم هي الجوله ديالي التلات في هذا المحل هذا، غادي ندوز نشوف شنو خاصني في السوق ديالتو، وغادي نديكم معايا كيف العاده باش نشوفوا الجديد اللي غادي نلقاوه في السوق ديال التوب. وصراحه لقيت هادو عجبوني بزاف يا البنات، صراحه كيجيو يعني في شي هكا في شي كسوه ديال بحال لاغوب كينفعوا في الحفلات، صراحه زوينين بزاف. وحتى الاستعمال اليومي حيت ما فيهمش الاستراس ديال اللي فيهم سواروفسكي، فيهم هاد التوب فيه جوج انواع، واحد النوع فيه الاستراس وكيبري خاص بالحفلات، وفيه واحد النوع اخر مات. المهم يا البنات عجبوني بزاف، وكيف ما قلت لكم كينفعوا الشيكسوا او شي لاغوب، كيجيو زوينين بزاف وكيتباعوا بالمتر، قال لي كل حاجه وثمنها، وكيبدا 60 عفوا 30 درهم للمتر، وكاين 60 درهم وكاين 50 درهم كل واحد والثمن ديالو. وباقا كنسريكم معايا البنات وكنشوفوا الجديد كيف العاده، صراحه عجبوني بزاف. وها هي الجوله ديالي يا البنات، باقا مستمره في السوق يعني نزولا عند رغبه بزاف ديال البنات، كيقولوا لي ديري لنا جولات من السوق، يكونوا جولات هكا طوال فيهم بزاف ما يتشاف وفي عده محلات. وهاني لبيت الدعوه ديالهم ودرت لكم جوله متنوعه في بعض المحلات، سواء في المحلات ديال الملابس ديال البنات، ولا في المحل ديال الاغلفه ديال الطوابل والضيافر. كيف شفتوا معنا حتى الكساوي ديال العيالات الكبار، ودابا كتشوفوا معنا الفولار كيف كتشوفوا كيتواجدوا في شارع ولاد عمان، وكاين فيهم بزاف ديال الالوان والانواع وكل حاجه وثمنها. وبعد ما يا البنات تقديت داكشي اللي خاصني من السوق وشاركت معكم جميع المحلات اللي مشيت عندهم، دابا غادي نمشي بحال هي. ولكن قبل ما نمشي دست على هذا المحل هذا اللي كيتواجد منفصل الشبيبه، محل ديال 5 دراهم اللي عنده ديما الجديد، وديما كيجيب الجديد في سواء في الحوايج ديال الماكله او في الحوايج ديال الكوزينه. غادي نتقدى داكشي اللي خاصني شي حوايج الكوزينه غادي نتقداه، ولقيت الفرصه قلت نصور لكم شويه من الجديد اللي جابوه. ديما كيجيبوا الجديد سواء في حوايج ديال الكوزينه او في الماكله او حتى في البلاستيك، عندهم بزاف ما يتشاف هنايا. والمحل ديال البنات كيتواجد انفصل الشبيبه، you
عندهم كل شيء، الحوايج ديال الماكله ديال 5 دراهم، وكاين حتى 6 دراهم و10 دراهم، ولكن الاغلبيه ديال الحوايج 5 دراهم. كيف ما قلت لكم المحل كيتوجد انفاصل الشبيبه، عندهم حتى البلاستيك، وهي البلاصه فين على برا انفاصل الشبيبه راه معروف هنايا بزاف، ديما عنده الجديد. والصراحه يا البنات ديما كنجيو كنتقداو من عنده غير الحوايج ديال الكوزينه، بعض الحوايج ديال البلاستيك، حيت كل مره الواحد كيبغي يبدل ويدير ويشري حوايج جداد. وهاني يا البنات الجولة ديالي في السوق هي سالات، كنتمنى تكون هذا الاعجاب ديالكم، وكنتمنى نكون قربتكم اكثر عند الجديد اللي كاين في السوق، سواء في الملابس او في جميع المحلات اللي شفتوهم معنا. كنتمنى تكون هذه الجولة ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم، كنتسنى تعليقاتكم وتشجيعاتكم بحال ديما، وما تنساونيش حبايبي حبيباتي من لي لايك ومن التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتوصلني وكتفرحني بزاف، شكرا لكم. وكنتمنى تزيدوا تشجعوني، واللي باقي ما اشتركش كنتمنى تشتركوا معايا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد بحول الله. والى هنا خليتكم في حفظ الله ورعايته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى فيديو قادم بحول الله، مع السلامه.